بنشوف كل يوم أفكار جديدة في مجال الديكور والتشطيب. المرة دي معانا فكرة مختلفة تماما في مجال الأرضيات، وهي الإيبوكسي. الإيبوكسي ده هو نوعية جديدة من الأرضيات كبديل للسيراميك، وهي أرضيات 3D لمناظر طبيعية وأشكال فنية وهندسية، بتديك إحساس كده إن أنت كأنك عايش جواها. علشان نعرف أكتر عن الإيبوكسي معانا الأستاذ أحمد، الأستاذ عبد الله أحمد، مقاول تنفيذ أرضيات إيبوكسي. أهلا بيك يا فندم. اهلا بك يا فندم. مبسوطين ان احنا يبقى معانا متخصص في موضوع الايبوكسي ده، لانه واضح ان هو مهم قوي الفتره الاخيره. ايوه طبعا. قولي ايه هي انواع الايبوكسي وايه هي مميزاته وعيوبه؟ تمام يا فندم. عندنا اول نوع من انواع الايبوكسي هو الايبوكسي الارضيات الصناعيه، واللي هو بيتعمل بشكل كبير جدا في المناطق الصناعيه وفي المصانع عامه، يعني بيتعمل في الارضيات الصناعيه. لا بس احنا كمان بنستخدمه في البيوت مؤخرا على فكره. انا بكلمك على اول نوع، تمام. اللي هو دهانات الحمايه، دهانات حمايه الخرسانه. تمام، ده اول نوع من الايبوكسي. ده اول نوع. تمام. اللي هو النوع اللي هو بقاله 20، يعني بقاله فتره كبيره جدا في مصر. بيتعمل في ارضيات المصانع. اول خصائصه اللي هو مقاوم للاحتكاك، حماية كبيرة جدا للخرسانة من البري والاحتكاك والكلاركات. عندنا في المصانع بيبقى فيه كلاركات بتشيل لحد 2 طن و3 طن، بتمشي على الأرضيات الخرسانة بتنقرها، فده بيسبب صعوبة بعد كده للكلاركات بالنسبة لأصحاب المصانع إن هم بيقلل حركة الإنتاج. فالإيبوكسي ده ناعم جدا وسهل في التنظيف، ما بيحتاجش عماله تنظف ولا حاجه، انما الخرسانه بتلم تراب. ده من ناحيه المصانع. كلمني بقى على الايبوكسي اللي بيهم كل الستات الموجوده في البيت دلوقتي، ازاي انا اعمل منظر ديكور في الارضيه بدون ما اكلف كتير؟ تمام. عندنا دلوقتي لو عندنا مثلا ريسبشن او مطبخ او حمام معمولين سيراميك او بلاط مزايكو، تمام، ممكن نستعين بفني يعملهم ايبوكسي منظر طبيعي او ميتاليك اللي هو الرخامي، بديل الرخام من غير فواصل، من غير فاصل يلم ميكروبات او تراب او اي حاجه، بيبقى سطح زجاجي. تمام، ولامع جدا وشيك ومنظر، وفي اللي هو الثري دي. اول مرحله عندنا اللي هي صنفره السيراميك. ده اشكال الثري دي بتاعته بتبقى حلوه قوي. حلوه جدا، حلو حقيقي. طيب قول لي دلوقتي، هو ايه مميزات الايبوكسي في الارضيات اللي احنا بنعملها في البيت؟ مميزاته طبعا ان هو ما فيش فواصل، من غير فواصل، ما بيلمش تراب، ما بيبقاش عليه تراب، سهل في التنظيف جدا. هل لو الارضيه عندي فيها مشاكل هو بيداويها تماما ولا لا؟ ايوه طبعا بيداويها تماما. الا اذا كانت البلاط او السيراميك بتاع البيت مطبل، فده بنضطر ان احنا نكسره ونعيد ترميم الارضيه وبنعمل فوقيها الايبوكسي. طب لو اتكلمنا عن العمر الافتراضي للايبوكسي، بيبوظ بعد قد ايه؟ بيقعد سنه اتنين ولا بيقعد مده اقل من كده؟ لا، عندنا في على حسب برضو، انا قلت لك في انواع. يعني عندنا في المصانع بيتجدد، بس الصيانه بتاعته بقى غير يعني في التكلفه بتاع عمال الايبوكسي بتبقى مكلفه، انما في الصيانه، الصيانه بتاعتها بتبقى خفيفه، مثلا كل سنتين، كل 3 سنين. يعني انت عايز تقول ان هو بيقعد مده طويله ما فيهوش مشاكل. بالنسبه للكلاركات والمكن وكده في المصانع بيتجدد كل سنتين، انما في المنازل بيقعد بالعشر سنين، ممكن مثلا لما يبقى نيجي نجدده مره مثلا بعد 10 سنين. طيب عمره طويل جدا. سعر المتر بتاعه قد ايه؟ سعر المتر بالنسبه للارضيات الصناعيه ولا الارضيات اللي في المنازل والصناعيه؟ الصناعيه سعر المتر بيبدا منى ومصنعيه حوالي من 250 جنيه. في المنازل السكنيه الميتاليك، عندنا الميتاليك اللي هو اللي بيدي منظر رخامي، غير ال 3 دي. وفي معلومه عايز اقولها لك يعني بعد ما نخلص، ان في يعني بالنسبه لل 3 دي الميتاليك افضل من ال 3 دي. ده ايه ده، كعمر افتراضي ولا ايه؟ كعمر افتراضي. كعمر افتراضي، لان ال 3 دي اصلا بيبقى طابعه بنطبعها بانر وبنصب تحتها ايبوكسي وفوقها ايبوكسي شفاف.
انا بشكرك جدا وبشكرك جدا، وان شاء الله نبقى نجي لك مخصوص عشان نوري الناس في الطبيعه، نوري المشاهد في الطبيعه ايه هو الايبوكسي وشكله عامل ايه على ارض الواقع. انا بشكرك جدا.